الاستقلال هو دائما عبر التاريخ كيلعب ادوار حاسمه في جميع المحطات الحاسمه، لانه ماشي اول محطه اللي محدده لمستقبل المغرب. عاش المغرب محطات موازيه، وكان دائما موقف حزب الاستقلال هو ضمان استقرار هذه البلاد والسير بها الى الامام. انا ما يمكن لك استقلاليه الا انني كنت متفائله بحضور ديال حزب الاستقلال لسبب بسيط جدا، انه حزب اللي بقى وفي المبادئ ديالو، اللي بقى وفي الالتزامات ديالو، واللي بقى وفي حتى الموقف ديالو في السياسه العامه ديال البلاد. حزب الاستقلال في انتخابات 2007 رفع واحد التحدي، والان الحمد لله نعيش الحصيله الايجابيه التي لامست المواطن المغربي البسيط والعادي في قوته، في حياته، في وظيفته. ما يمكن الا ان نكون متفائل، لانه سنركب التحدي وينبغي ان يستمر حزب الاستقلال لمواصله الاصلاح في هذه البلاد. الناس كتشوف، الناس كتعرف تحلل، الناس كتحسب، كاين ارقام، كاين منجزات، كاين عدد ديال الامور. نمشي الى صوتنا على حزب الاستقلال، راه غادي حزب الاستقلال كذلك في المستقبل غادي يزيد يكمل البرامج ديالو اللي بدا، غادي يزيد يعني يساهم تنميه هذا البلاد. اللي تعرض عنا اليوم هو برنامج مبني على الاجرأه، مبني على الواقعيه، على احصائيات، ما كاينش هناك سفسطه في اللغه الى غير ذلك. وبالتالي عندي مشيت اليوم مسلح مجموعة من الأدوات للاشتغال مع المواطن العادي بأرقام، إحصائيات إلى غير ذلك، وهذا ما ينقص أغلب الأحزاب وما كان ينقص الأحزاب السياسية في الانتخابات السابقة. أنا كمناضل في صفوف حزب الاستقلال وكأحد أبناء هذا المجتمع المغربي، وخاصة أنني أنتمي إلى الطبقة الفقيرة، وجدت نفسي والإخوة يقدمون نقطه الأربعة الأولى على أنه يتماشى وطموحات الساكنة التي أعيش معها وأتعايش معها، وكذلك وجدت فيه أجوبة لمجموعة من المطالب والمطامح التي كانت ترفعها الفئة الكثيرة داخل المجتمع والمتمثلة في الشباب. لا ديمقراطية دون أحزاب، الأحزاب هي اللي كتخلق الديمقراطية، وبالتالي راه ما يمكنش إلا ما مشيناش سجلنا في اللوائح الانتخابية ومشيناش صوتنا ومشيناش شاركنا في المؤسسات، راه لا يمكن أننا نوصلوا لواحد المجتمع اللي هو ديمقراطي اللي كنا كنبغيو. واش إلا قطعنا التصويت ما غنديروش البرلمان؟ البرلمان كمؤسسة دستورية غادي يكون بنا أو لا بنا، ولهذا من هذا المنبر كنقول أن المواطن عليه أن يتحمل مسؤولية تاريخية ويتوجه لصناديق الاقتراع بجوج الحوايج. أولا باش نقطعوا الطريق على واحد العدد ديال الكائنات الانتخابية لا تهدف إلى المصلحة الشخصية، ثانيا أن عندنا واحد الأمانة ثقيلة على عاتقنا، وهي أننا نحافظوا على الاستقرار ديال البلاد، لأن ما نراه في الدول الأخرى كيثير بزاف ديال الخوف. إلى كل الإخوة الذين كانوا في السابق فاقدين للثقة في المؤسسات المنتخبة أن يتمتعوا بهذه الخصلة، إعادة أولا الثقة في الذات، وأن نضع ثقتنا في الآخر، ولا شريطة أن نراقبهم وأن نتتبع معهم. هذا واحد الورش كبير وما يمكن نكملوه إلا بالاستمرارية، وهذا ما يجي إلا عبر الثقة ديال المواطن في حزب الاستقلال. حزب ثابت على المبادئ، لا يلجأ للتحالفات الهجينة، لا يلجأ لشي حوايج اللي ماشي معقولة باش يضمن البقاء ديالو.